أهلا بيكم من جديد مع الطبيب. دايما برنامج الطبيب بيحب يكون معاه دكاترة مميزة جدا، ومش أي دكاترة بمعنى أصح، لا الدكاترة اللي الناس كلها بتتكلم عنهم بالخير. يعني احنا دايما بنحب كده نسمع ونفتش ونشوف آراء الناس، وبعدين أول ما بنلاقي حد عامل ضجة كبيرة قوي بنجري لغاية عنده وبنحاول إن هو يكون موجود معانا في الطبيب. ودي حاجة طبعا يعني تزيد مننا أكيد ثقة، لأن ده يعني شيء مميز. انا بحس ان ده حاجة مش عيب خالص ان احنا كمان نتحايل على الدكتور ده ان هو كمان يكون معانا في برنامج الطبيب، لانه ده بيبقى شرف لينا كلنا كمصريين وكمان كفريق عمل برنامج الطبيب. النهاردة معانا طبيب كل هدفه هو اعادة الثقة لاي سيدة. بنبقى عارفين ان في عوامل خارجية، اذا كانت بقى يعني السيدة تزوجت، حصل تغيرات معينة في جسمها، خصوصا في التجميل النسائي عامل طفرة وعامل ضجة كبيرة جدا لدرجة ان الناس بتجيله من بره مصر. يا ترى النجاح ده وصله ازاي؟ ويا ترى ايه اللي بيعمله؟ هل ده سر معين؟ هل ليه تكنيك معين؟ ما كل الناس عندها التقنيات الحديثة، او ممكن يكون حد معاه الاجهزة بس هو ما بيعرفش يستخدمها بصورة ناجحة او بصورة مميزة. خلينا نشوف بقى ايه سر النجاح ومين الدكتور اللي مكسر الدنيا الفترة دي. وانا سعيدة جدا ان هو موجود معانا النهاردة في برنامج الطبيب، واتمنى ان هو دايما يكون على شاشة محور وبرنامج الطبيب. خليني ارحب بيه استاذ دكتور محمد فرج الشربيني، صاحب حمله استعدي ثقتك بنفسك، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه الطب، عضو مشارك بالكليه الملكيه لامراض النساء والتوليد بانجلترا، حاصل على الدبلومه الامريكيه في التجميل النسائي، رئيس مجلس اداره مركز تبارك للولاده والحقن المجهري والتجميل النسائي، دكتوراه امراض النساء والتوليد والعقم، استشاري الحقن المجهري وجراحه المناظير، استشاري التجميل النسائي ورئيس لجنه الصحه بحزب المؤتمرات بالاليوبيه. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. من كتر التايتل ومن كتر الجمال انا حتى بترعش وانا بقوله. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ده كله الحمد لله رب العالمين. مش اول مره تكون معايا، تمام، ولكن اول مره تبقى معايا في السيزون ده في السنه دي، ولكن انت في السنين اللي فاتت كنت معايا عمال تزيد تالق ونجاح. انت بتعمل ايه يخلي كل السيدات وحتى الازواج يثقوا فيك ان انت دكتور، يعني اب واخ وانسان محترم جدا وبتساعد على بجد اللي انت بترجع الثقه للسيده؟ خلينا نفهم للناس اللي اول مره تعرف الموضوع ده، لان في ناس مش عارفه كتير قوي، يعني ايه التجميل النسائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد ان مع حضرتك النهارده في البرنامج اللي بسم الله ما شاء الله يعني عامل ضجه كبيره جدا. ميرسي لحضرتك. الناس كلها بتثق فيه، بينشر الوعي بين الناس، فدي من الحاجات الكويسه قوي البرنامج بتاع حضرتك، يعني وبيتشاف من طائفه كبيره جدا سواء المشاهدين المصريين والعرب، وكلهم بيثقوا في حضرتك طبعا في البرنامج كويس ده. احنا بنشكرك. ربنا يخليك، وانا سعيد اني معاكم. طبعا هو احنا دورنا كاساتذه جامعه ان احنا بنفتح للمشاهدين وللمصريين والعرب ان احنا في برانشات جديده، في حاجات جديده بتبدا تساعد العيانين انها ترجع تستعيد الثقه بنفسها تاني. زي ما حضرتك قلتي احنا اهم حاجه بنقول استعيدي ثقتك بنفسك. تجميل النساء ده من البرانشات الجديده جدا عندنا في امراض النساء. هو بدا ان احنا بنبدا نهتم بحاجات معينه. التجميل ده بيشمل حاجتين، التجميل المظهر وتجميل الوظيفه. تجميل المظهر طبعا مقصود بيه اللون، يعني بنعمل تفتيح، مقصود بيه السيمتريه، لما يبقى في ضمور في الاعضاء في حاجه دي بتتصلح. المظهر كله اللي هو التجميل الشكل او المظهر. تاني حاجه تجميل الوظيفه، وتجميل الوظيفه دي مش حاجه كماليه، دي حاجه اساسيه. يعني احنا مهم جدا عندنا بنعالج اتساع المهبل، بنعالج جفاف المهبل، بنعالج الالتهابات المهبليه المتكرره والمزمنه، بنعالج السلس البولي، بنعالج البرود وفقدان الاحساس عند السيدات. يبقى احنا عندنا في تجميل وظيفه وفي تجميل مظهر. تجميل المظهر جايز مش كل السيدات بتهتم بيه قوي، انما تجميل الوظيفه دي حاجه مهمه وحاجه حيويه. احنا عندنا زي ما حضرتك قلتي مش اي دكتور ينفع يشتغل في التجميل النسائي، ده كلام مظبوط فعلا. اولا في طبعا دكاتره التجميل اللي هم بتاع الجراحه، دكاتره الجلديه، دول ما ينفعوش يشتغلوا تجميل نسائي، لان مش هيعرف يشخص ايه الوضع بالظبط، لا يعرف الفرق بين الجفاف وبين الالتهابات، مش عارف يشخص السلس البولي، مش عارف في سقوط ولا ما فيش، حاجات كتيره قوي دكتور التجميل او الجلديه مش هيعرف يشخصها. تاني حاجه دكتور حضرتك اساسا استاذ دكتور استاذ نساء وتوليد. نساء وتوليد، تمام. يعني ده تخصص، يعني حضرتك مميز كمان ان انت ما اتجهتش بس للولاده للحقن المجهري بس،
لأ أنت بتاخد السيدة يعني من A to Z، يعني أنت تمام. بتهتم بكل تفصيلة في السيدة، وده حاجة طبعا يعني ترفع لك القبعة بجد فيها تمام. يعني وهي حاجة مهمة جدا جدا، عشان دي من الحاجات اللي هي بتعمل مشاكل بين السيدة وزوجها، بتبقى مشاكل كتيرة جدا. دي حاجة من الحاجات برضو الأسباب اللي هي تخلي السيدة منعزلة مكتئبة، زي سلس البول، الالتهابات الكتير اللي بتيجي، الكلام ده كله. وأهم حاجة إن احنا العلاجات اللي هي جديدة كلها بدون جراحة وبدون تخدير بدون عمليات، فدي من الحاجات الكويسة جدا. احنا دلوقتي قلنا الدكتور بيشتغل لازم يكون دكتور النساء الأول، تاني حاجة يكون دكتور تجميل نسائي. دكتور النساء العادي مش عارف يشتغل ليزر، مش عارف يشتغل بوتوكس ولا فيلرز، ولا يعرف يشتغل بالإمسيلة، حاجات كتير قوي دكتور النساء العادي ما يعرفهاش. فمن هنا جت تخصص دقيق، وما يبقى فيه تخصص جوه التخصص طبعا بيبقى ايه أحسن وأفضل أكيد. قلت لي قبل كده في فقرات إن مش شرط الحاجة تشتغل، يعني حضرتك معاك برضو دكتورة تمام، معانا طبيبات برضو، طبيبات في المركز يعني للي حابب طبعا أكيد. دي حرية شخصية، وده برضو مصدر أمان إن حضرتك يعني بتخاطب كل العقول وكل الفئات، يعني تمام. دي حاجة تحترم يعني بالظبط طبعا طبعا حضرتك. طيب قولي بقى يا دكتور، حضرتك بتقول ولا عملية ولا حاجة، عبارة عن ايه ده؟ جهاز ليزر مهبل ايه الدنيا دي؟ هو احنا عندنا في تولز كتير اللي هي الادوات اللي احنا بنستخدمها في التجميل النسائي في علاج الحاجات اللي احنا قلنا عليها. عندنا في الليزر المهبلي، في عندنا الامسيلة اللي هي الموجات كهرومغناطيسية، بنستعمل الفيلرز برضو، بنستعمل البي ار بي اللي هي البلازما الغنية بالصفائح الدموية، بنستعمل الديرما بين لو حضرتك ديرما بين والديرما نيد، الحاجات اللي هي ايه بتاع نفس التولز اللي هو بيستعملها برضو دكتور الجلدية، بس احنا بنستخدمها عندنا. دي اللي هي الاساسيات بتاعتنا ده كله. هل الجهاز ده هو في تغيير الهاند يعني لكل مثلا سبب او تمام. لكل عرض يعني احنا مثلا نتكلم ليه الهاند بتاعه في الجهاز يعني الليزر، جهاز الليزر المهبلي ده دي من الاجهزه الحديثه على مستوى العالم. هي عندنا دلوقتي بقى موجوده بقى لها حوالي اكتر من سنتين، جايبه نتائج كويسه جدا جدا. هو عباره عن بروب بيدخل داخل جدار المهبل في التجويف المهبل، بيطلع اشعاع الليزر على جدار المهبل، ده بيعالج السلس البول عند السيدات، بيعالج جفاف المهبل، بيعمل تضييق المهبل بدون جراحه ولا عمليات، بيعمل برضه علاج للالتهابات المهبليه المتكرره والمزمنه، برضه بيعالج فقدان الرغبه والبرود عند السيدات، لان بيزود الدم اللي داخل، بيزود الاعصاب، بيزود الاحساس، بيعمل تجديد للخلايا، فمن الحاجات اللي هي كويسه جدا. هنعرف يعني اجابه اسئله كتير قوي بتدور في بالي، كمان اكيد الناس اللي قاعده دلوقتي بتشاهدنا عايزه تسالها، بس خلينا نخرج لتقرير ونرجع لكم تاني بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بقى عندنا اول جهاز امسيلة موجود في مصر كلها. يعني ايه امسيلة؟ اللي هو الجهاز اللي انا قاعد عليه اللي هو الكرسي الموجات الكهرومغناطيسية، ده موجود في اوروبا وامريكا بقى له حوالي سنة ونص، اول مره ينزل مصر بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا في مركز صبارك للولاده والتجميل النسائي والحقن المجهري. الامسيله عباره عن جهاز بيضخ موجات كهرومغناطيسيه على عضلات قاع الحوض. احنا المريضه بتبقى قاعده زي ما انا قاعد كده بالظبط على الكرسي، تقرا مجله، بتتفرج على التلفزيون لمده حوالي 28 دقيقه. دي بتعمل ايه؟ خلال 28 دقيقه الجهاز بيطلع موجات كهرومغناطيسيه على عضلات قاع الحوض، فبالتالي يبدا يحصل عضلات قاع الحوض تتمرن وترجع الوضع الطبيعي بتاعها. ده الاساس العلمي بتاعه، اسمه حاجه اسمها كيجل اكسرسايز، اللي هي تمارين كيجل بتاعه قاع الحوض. بس الامسيله احسن من كيجل، احسن من كيجل بكتير جدا، لان هو بيدرب عضلات قاع الحوض اللي احنا بنتحكم فيها عن طريق كيجل واللي احنا ما نقدرش نتحكم فيها، بيوصل لعمق حوالي 10 سنتيمتر في عضلات قاع الحوض بيمرنها كلها. الجلسة الواحدة منه بتعمل 11200 قباضة، كأننا في جلسة واحدة في 28 دقيقة بالظبط عملنا تمارين كيجل لمدة 3 شهور. يعني احنا لما نعمل 6 جلسات يبقى كأننا في سنة ونص شغالين تمارين كيجل. فطبعا جهاز الامسيلة جهاز متوافق عليه هيئة الغذاء والدواء الامريكية FDA approved لعلاج سلس البول للرجال والسيدات الانسات. رجعت عضلات الحوض للطبيعي، استفدنا ايه؟ اول حاجة سلس البول اتصلح عند السيدات، تاني حاجة السيدات اللي عندها امساك مزمن بيروح، السيدات اللي عندها الام مزمنة في قاع الحوض بتروح، السيدات اللي عندها فقدان في الاحساس وتعب اثناء العلاقة الزوجية، اي الام اثناء العلاقة الزوجية بتروح، السيدات اللي كان عندها جفاف في المهبل بيروح عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية. ليه؟ لان هي بتعمل ده تنشيط للدورة الدموية في الحوض كلها، ترجع الاوعية الدموية للطبيعي، تعمل تنشيط للاعصاب اللي في الحوض فترجع الاحاسيس كلها الطبيعية، بتقوي عضلات الحوض فيحصل
تقويه ليها فترجع للطبيعي بتاعها. زي ما احنا شايفين نبدا نشغل الجهاز بيبدا يطلع الموجات الكهرومغناطيسيه على عضلات الحوض بدون اي الم وبدون اي وجع ولا تخدير. يبقى هو دلوقتي بيعالج سلس البول للرجال والسيدات والانسات، بيعالج التبول اللا ارادي اللي هو التبول الليلي، بيساعد تحسن البروستاتا عند الرجال، بيساعد في ان السيدات اللي هم عندهم الام مزمنه في الحوض بتروح، التبول المتكرر، دخول حمام الليل كتير بيتصلح.